الرئيس الأسد في حوار مع صحيفة الثورة: الوطن انتماء وثقافة، وكلاهما يشكل الهوية، ومشروع الأخوان يهدف لخلق فتنة في العالم العربي، وتجربة حكمهم فاشلة ولا تستمر في مجتمعات واعية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. مصر بهمة شيبها وشبابها تطوي صفحة الإخوان إلى غير رجعة، والمستشار عدلي رئيسا مؤقتا لمصر، ومرسي وإخوانه قيد المحاكمة. سوريا تؤكد أن واشنطن وحلفائها تغطي سياسيا العصابات الإرهابية في كل مرة تقوم القوات المسلحة السورية بواجبها الدستوري في مكافحة الإرهاب. قوات الشرطة الاتحادية العراقية تقتل 31 إرهابيا من تنظيم القاعدة وتعتقل 10، بينهم مسؤول أمني فيما يسمى دولة العراق الإسلامية وقائد عسكري. الرئيس الأسد يصدر قانونا يشدد العقوبات على من يزاول مهنة الطرافة من دون ترخيص. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مساء الخير، ونبدأ نشرتنا من الحوار.